Oh, no.
شيرين ببن مصواب أورين إن مكوتي جين تاتس سواب إن كسريك إن أبو سريك إن كل سيان تيفنو طمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الأجر السمائي روسا فيكساستي إبرتون أجيون تيم يونزارون طوطون كاسيوني مون كابرز فيرونتون يا Oh, yeah.
كيف شعب كل رب فلا كن محل في الثلاث مقدس الاب والابن والروح فم الكنيسه الواحد واحد مقدس الجامع الرسول وافواه الاثنى عشر زناز ومالك التعشير والبطريرك القديس هذا سمعني من القديس هذا القديس عنا فم الذهب والقديس بطرس خاتم الشهداء والقديس قدر بكر القديس بزيد السير والجزمة كتم ابنك وكنت مخصر من فم محمد وقوان وانك الان جميع بليوت التايوت نارش إرف سباب أفطا ودروس نمبي
يوتن إبسكوبوس أفاقا نينون راكي انت بخريستوس صوتيس آمين كيتو ابني Sure.
Ten
كبخرت صوش من بك يوتينا آغا صوش من بيبنا سوى بجيئك طنكك صوتي أمنا عينا آن بهمت وقفين بن شويسي صوص بيخرى هستوس بشوبي نم بك أغيوني نم بشوي سيوتي طيوتي نعرشي ألفسي بابا أبا طوى أدروس نم بيوتي نعبسكو بوس أبا غا أبي هرس مريبي أكليروس نم بلاوس تلب أغاق خنف شاي يأمين السشو البولس من كورنثوس الأولى بركاته على جميعنا آمين. أما كل واحد في رتبته فالمسيح البكور ثم للمسيح يقومون في حضوره ثم الانقضاء إذا دفع الملكوت إلى الله الآب ومتى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل اقتدار لأنه يجب له أن يملك حتى يضع كافة أعدائه تحت قدميه والعدو الأخير الذي هو الموت سيبطل لأنه قد أوضع الكل تحت قدميه فمتى قال أن الكل قد خضعوا له فمن البين أنه غير الذي أخضع له الكل فمتى خضع له الكل حينئذ الابن نفسه يخضع لمن أوضع له الكل ليكون الله الكل في الكل وإلا فماذا يصنع الذين يصطبغون من أجل الأموات إن كان الموت لا يقومون البتة فلما يصطنعون عنهم أيضا ولما نقاسي نحن الاضطهاد من كل أحد كل يوم أو موت وحق فحركم الذي لي في المسيح يسوع ربنا وإن كنت حاربت الوحوش كما يختص بإنسان بأفسس فما منفعتي إن كان الموت لا يقومون فلنأكل ونشرب فإننا غدا سنموت لا تضلوا فإن القلوب الصالحة تفسد الأحاديث الردية أفيقوا أفاقة واجبة ولا تخطئوا فإن فيكم قوما لا معرفة لهم بالله ولتغجلكم أقوال ذلك ولكن سيقول أحد كيف تقوم الموتى وبأي جسم يقومون يا جاهل أنت الذي تزرعه إن لم يمت لا يحيا والذي تزرعه أليس يكون هو جسد الجسم الذي زرعته بل حبة مجردة أما من حنطة أو حبة من باقي البذور والله يعطيها جسما كما يشاء ولكل واحد من البذور يعطي جسم في ذاته كل جسد ليس هو جسد بنفسه لكن جسد الناس نوع وجسد البهائم نوع آخر وجسد السمك نوع آخر وجسد الطيور نوع آخر وأجسام سمائية وأجسام أرضية لكن مجد السماويون شيء ومجد الأرضيين آخر ومجد الشمس شيء ومجد القمر آخر ومجد النجوم آخر لأن نجما يفضل على نجم في مجده وكذلك قيامة الموتى تزرع في البرى فتقوم بعدم البناء تزرع في الهوان فتقوم في المجد تزرع في الضعف فتقوم بالقوة تزرع جسما حيوانيا فتقوم جسما روحانيا فإن كان ثم جسم حيواني فثم أيضا روحاني وكذلك كتب أن آدم الإنسان الأول صار ذا نفس حية وآدم الأخير صار ذا نفس محيية لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعده الروحاني الإنسان الأول من الأرض تراب والإنسان الثاني لرب من السماء فمثل الترابي كذلك الترابيون ومثل السماوي كذلك السماويون وكما لبسنا صورة الترابي
فنلبس أيضا صورة السماوي. وهذا أنا أقوله يا أخوتي، إن اللحم والدم لا يستطيعان أن يرث ملكوت الله، ولا البال يرث عدم البلاء. نعمة الله الآب فلتكن مع جميعكم يا جميع أبائي وأخوتي، آمين. كأس ليكون من رسالة بطرس الأولى بركاته على جميعنا، آمين. أما الرب المسيح فقدسوه في قلبك، فقدسوه في قلوبكم، وكونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم قولا من أجل الرجاء الذي فيكم بوداعة وتقوى، حاويين بصيرة صالحة لكم. يخجل الذين يتكلمون عليكم كعامل الأسواق ويطلبون تصرفكم الصالح في المسيح، لأن الأفضل أن تعملوا الخير أن أثرت مشيئة الله، وأن تتألموا من أن تعملوا شرا، لأن المسيح مات دفعة من أجل الخطأ، الصديق من أجل الظالمين لكي يقربنا إلى الله، وإنما كان مماتا بالجسد وعائشا بالروح الذي به ذهب أيضا وكرز للأرواح التي في الحبس الذين عصوا قبلا حين كان تعطف الله ينتظرهم في أيام نوح، لما كان يصنع السفينة التي فيها أنفس يسيرة أي ثمانية خلصوا بالماء. الأمر الذي تماثله الآن المعمودية خلصتم بها لا زالت وسخ الجسد، بل ابتهال البصيرة الصالحة إلى الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو عين يمين الله، صعد إلى السماء وخضعت له الملائكة ودول السلطات والقوات لا تحب العالم ولا يشهد في العالم. الإبراكسيس فصل من أعمال أبناء الرسل المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معي ومعكم يا أبا أخوتي، أمين. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا كلامي هذا، إن يسوع الناصري رجل من الله أظهره الله إليكم بالقوات والعجائب والآيات التي صنعها الله به فيما بينكم كما أنتم تعلمون. هذا برأي الله المحدود وسالف علمه أسلمتوه بأيدي الأسمى وصلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله وحل مخاض الموت. وبما أنه لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول عليه: سبقت فرأيت الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أزل. لأجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني وجسدي أيضا يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع صفيك أن يرى فسادا. قد عرفتني طرق الحياة، ستملأني فرحا مع وجهك، لم تزل كلمة الله تنم وتكسر إلى الأبد، أمين. يا كل الصفوف السماء
Oh,
أيتها الأبواب الدهرية افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية Oh.
الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسله المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعينكم أنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناديرك المقدسة بطالبات قديسي. صلاة من أجل إنجيل المقدس. أشكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نشكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم، المرضى يا رب اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا، رجاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. صلى الله عليه سيلين تن اونو في
اسمع الإنجيل المقدس من فم أبينا البار المثلث الطوبى حبيب المسيح أبينا القديس أنبا اسقف لي برشية المحبة للمسيح
دير مواس ودنجة وكل تخومها إله السماء يثبته على كرسيه سنين عدة وأزمنة سلمية هادية مديدة ويخضع جميع أعدائه تحت قدميه سريعان ويعطي زمانا هادئا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطالباته الإنجيل المقدس فصل من بشارة ماري معلمنا يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع Smile.
ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حتى أحد من الثبوت جاءت مريم المجدلية باكرا إلى القبر وكان الظلام باقيا فرأت الحجر قد رفع عن باب القبر فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما قد أخذوا سيدي من القبر ولا أعلم أين وضعوه فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر وكان يسرعان كلاهما معا فسبق التلميذ وتقدم بطرس وسبقه إلى القبر فتطلع إلى داخل ونظر الثياب موضوع ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل إلى القبر ورأى الثياب موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس مع الثياب موضوعا بل ملفوفا وموضوعا في ناحية وحده فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر فرأى وآمن لأنهما لم يكونا عرف الكتاب إنه ينبغي له أن يكون من الأموات فمضى أيضا التلميذان إلى موضعهما أما مريم فكانت واقفة خارجا عند القبر باكية وفيما هي تبكي تطلعت إلى داخل القبر فأبصرت ملاكين بلباس أبيض جالسين واحدا عند رأسه وآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع موضوعا فقال لها امرأة لما تبكينا فقالت لهما أنهم أخذوا سيدي من القبر ولا أعلم أين وضعوه فلما قالت هذا التفتت إلى ورائها فرأت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين ومن تطلبين فظنت هي أنه البستاني فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه قال لا يا يسوع يا مريم فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية رابوني الذي تفسيره هو معلم قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي فاذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإله الذي هو إلهكم فجاءت مريم المجدلية وعلمت التلاميذ أنها قد رأت الرب وأنه قال لها هذا المجد لله إيه
نكرون قلوب ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح نسأل أن أنتم من صلاحك يا محب البشر واذكر يا رب سلام كي ينسك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي يا رب المسكونة إلى خصيها كل الشعوب وكل قطاع بركم والسلام التي من السماء تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا الأمر نعم بها علينا نعما الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجماعة وجيراننا وداخلنا وخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقترن لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقول ولتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقع علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شيء نسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أطهرك الباب لما تدرس الثاني وشريك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباء أبيوس يا رب سينا كثير من سالمية مكملين رئاسة كهنوت المقدسة التي تمنتم عليها من قبل كرادتك المقدسة طبوية مفسرين كلمة الحق باستقامة راعين شعب بطهارة وبر وجميع الأسقف الأرثوذكسيين والقمامسة والكسوس والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلوات التي يصنعونها عنا وعن كل شعبك وصلوات نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مسبحك المقدس الناطق السمائي راحة بخور فسار عدوهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وازلهم تحت أرجلهم سريعا أما هم فاحفظهم بسلامة وعدل في كنيستك المقدسة يا رب رحمة
خلصنا صلاة سيانا صلاة نطلب من صلاحك محب البشر اسكت يا رب اجتماعتنا بريك مشهد مقدسة الطوبة وهي بيوت صلاة بيوت طهر وبيوت بركة داوي دكاتم بعدنا إلى الآب الأبات الأوسام بالكمال أقلام من العالم الشيطان وكل قوة سيسحقهم زلهم تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفعل أبطلها وليان قاد افتراك فسر عذاب أعطاك رب مسوك اللي زمان زلهم حبازهم وعرف مضعفهم سريعا يبتل حسر ومساعتهم ونوى شرهم مثل هذا يصنعونا فينا اجعلهم كلهم كل شيء بدد ما شرطهم يا الله الذي بدد ما شرى أتأخذوا أمين يا رب تبدد جميع دول يا رب مقدم وكلهم غير اسم قدس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربات ربات يصنعون عراتك بالنعمة عرافة محبة البشر آواتي لابنك الوحيد ربنا المخلصنا يسوع المسيح هذا لازم كبير المجد والكرامة والعزة والثبات تليق بك معهم كل عن دور أمين انسو فيسي بوسخ مين كده اسم كده اسم خلاص مين حقيقة نؤمن بإلان واحد الله لا أبضاف ذي كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساولا في الجوار الذي كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاط البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمنقضى نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب والناطق بالأنبياء في كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين تن باش تبال خايت هنتي أناستاسيس تن يرف موت من بيوان خنت بيوان سنيو آمين محتاجين حلنا الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدم طوب الزهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح ملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المساء يا رب
بصرتك يا الله، إن قلوبنا من سلامك طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. ويعنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موابة غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على الرسم، قفوا برعدة على الشرق انظروا ننصب بشفعة والدة الإله القديسة مريم. يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها مع أبيك صالح الروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة ومع روحك أيضا وقلوبكم هي عند الرب. نشكر الرب مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب إلى الحق الكائن قبل الدور الملك إلى الأبد الساكن في العالم والنظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا المسيح، هذا الذي خلقت كل بما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس كيف الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوى والقوات إلى الشرق انظروا. أنت هو الذي يقف حولك الشيروبين الممتلئون أعينا والسيرافيم ذي ستة أجنحة يسبحون عدهم بغير سكوت قائلين أنصت. الشيروبين يسجدون لك والسيرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك القداس. أنت أيها الرب إلى هنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم
وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية نفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا أنعم لنا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم نفسه فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين فاقنا وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه اليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد كواحد كنحو يا عمال كرحمتك يا رب وليس كخطايا أنا زين إخرين بين إشتم مسترين تيتي مهتم سافيز أفسج غارد بيب مقايب أنقم بكوزموز إلي سوز بستف أمين نفجي جس أواب إن أطاد شنيون أتسليب وهم مكاريون وهم رفطان خو تناتي جيباي بخن أم اسمي آمين أجتب شو يدفي عروبتي ونيوتي بنوتي هو أبني بنتون نفن إطاب شبه مو آمين 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 بستيب ومنك ومعلوه منك زب صازو ناگیوس ماسیج نابوس فلوس و افگوی موجه چو می بودن خد فتیرو و ایغار بی باسو ما تنواش
Ejensin una manca mission satefeb coevo lenten in novi. Vai arefeva eref mevin. Vai biechen omes mi. Afsot fumulken erbinem omau et ab shebemo. Amin. Avizmo ero. Amin. Agia zinemo. Balen bestiev o menki o mologo menki zog sazo o min av jemti bi afti fon etno vnagio se masin apostolo sueb evgo e moje ci so evron khetfitiro Vaiar bibaes num tezia sikim vir yo tono pum fevol e gensino ne manca mi senza te feb co evo lentene novi vai aret pe eva erev mevi vai on bi e geno mes mi a mi Naum evolchem bai oike vai o wantaten so evolchem bai avod vai ereten oichem bemureten eromologint anastasis ereten irim pemevi shatein amin 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 ton sanaton sokiri katange lumin ke ten agian so anas tasin ke ten analim besin so eneti so orani si omolo omien se enomien se logo Χαριστόμεν Κύριε και ζυωμιωτά ασώ σιώς Jesus o abnem bevlon ton fevol khnes mao nem bevshon nefu satiku na meviot nem tem vaso te baruse as na fol khnevo to yno tos mano ten oro brazor na knet yno kun zoro na fol khnet no ka to obne vinne mes va obne vinne mkhno obne Ahoste me vlade khinaye tene moste rete Teno se erokten ez mo erokten Shemshi emokten Ahoste So my few have been taught. Tiena tia amin. Oh, by the
في طيوت الدين زاسيك مفيرين طا كي بالي نتي ناهتي آمين خطايا حياتنا بدي من يتناول منه يا رب رحم يا رب رحم يا رب الرحام يا المسيح ولنا ثبت أساس الكنيسة كيريا لا يسوع القلب التي للمحبة فلتتأثر فينا يا رب رحام بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى كيريا لا يسوع ثبتهم الذين يرونهم ثبتوا يا رب رحام للإكليروس نسكن للربان كيريا لا يسون الذين في البيت الاحاة تنصرع للذين في الزيجة يا رب رحام الذين في التوبة صلاحا للأغنياء كيريا لا يسون الله معونة للمساكين يا رب رحام للطلب عملا للمحتاجين كيريا لا يسون الشيوخ قوم الذين في الحداثة أدبوا يا رب رحم أرضهم من قطع قد افتراقات الكنيسة كيريا لا يسون لتعظم البدع ونحن كلنا يحسبنا في وحدانية التقوى يا رب رحم يا رب رحم يا رب الرحام مستحقين كلنا سيدنا مقصود طهارت انفسنا اجسام وارواحنا لكي نكون جسما واحدا وروحا واحدا ولكن نصيب امراض من جميع القديسين الذين ارضوكم انزل بيت اذكر يا رب سيدنا كنيسه كل واحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية يا رب ارحام لتفضل لك الدم الكريم الذي مسح وظهر بالسلام كل الاصاق ورزق سنين الذين فيها فاولا نذكر يا رب ابانا طه مكرم سكان البار البطري كرم بطادروس السين وشريف المارس اليابين نذكر المكرم باغابيوس يا رب ارحم والذين يفصلون امام كلمه الحق باستقامه انعم بهم على اباعتك المقدسه روح خطيئك بسلام اذكر يا رب القمام بصوت خصوص الارثوذكسيين والشمامسه يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن نذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الابد بطاعة الكون يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل الموضع وكل ديارة ابائنا الارثوذكسيين يا رب ارحم والساكنين في ابي من لا تفضل يا رب هوية السماء وسمرات الارض في هذه السنة بارك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اسعدك مقدارك نعمتك فرح واجل الارض روح حصاد تكسر اسمار هذا اللي زرع حصاد دبر حياتنا كما يلي يبارك لنا السلام صلاحك ويفكر شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف ومن اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لان على الكل تترجاك لانك الذي تعطيهم طعام وفي حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطين طعاما لكل جسد املاء قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذا يكون كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم شفاء للمرضى راحة للمعوازي يا رب ارحم حقا للذين في السبي قبولا للأيتام كيريا ليسون سعادة متضايقون أكفهم بالخير يا رب ارحم ثبتون أقومهم القيام ثبتهم كيريا ليسون وباقدون أذكر معترفون أقبل لكة الباطل يا رب ارحم الذين تبعدهم مع مؤمنيك مؤمنوك عدهم مع شهداء كيريا ليسون الذين جعلوا متشابهين في ملائكتك نحن أيضا مضعين بنعمتك إلى خدمتك ونحن بغير استحقاق يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نقدم لك هذه القرابين
والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا. شوسون صاني فين تبك مونو جاني سين شيري اسرين الجفير بميري بنت يسوى بنتك اريكا تاكسن بشويس انت كرف مبين يسوى بتيرو اطابرنا كيس جنبي إن يوتي إث أوب ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني أبسطولوس ني ريفيوش ني فانجيليستيس ني مارتيروس ني أمولوغيتيس ني بنفماني فين إن إثمي إطفقوكي إيفول خين إفناتي إن هو ذي زي أسوى باسم إن أوتي مبار سينوس إن سيوني فين تي سيوتو كوس أسوى تي أجي يا ماري سيطة سيجفة ابنوتي بلغوس خن أمسمي نمبي أجيوس يوانيس ببرسوموس ببتستيس ومارتيروس نمبي أجيوس استيفانوس بأرشد ياكونوس ومبروتو مارتيروس نمبي سوريموس إيفانجيليستيس ماركوس بأبوستولوس إسو أوهم مارتيروس نمني أشيب نبلت لك كديس أوريس وعلم نهاديوس كورس وكديس أسرس ورسول كديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة كديس حنا زابيهم وكديس أوديس وكديس أوفيلوس كديس ديمتريوس وكديس باسيليوس وكديس أوريوس الناطق بيات وكديس أورسان العجيب وكديس أوريوس الأرماني وصل سماء 18 مشعين من كامل 50 بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس آبائنا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبارد أنبا بولا ثلاثة أما بقرات القديسين وجميع أولادهم لو باس الصليب أبانا بحنسكم وصبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا ببولا طموح سكيال تلميذ القديسين الروميين ماكسيموس والمديوس والتسعة واربعين شهيدا شيوخ شهات والقوى القديس أنبا موسى ويحنس كامل قس أبانا بديان لكم وصابانا باس دورس القس أبانا ببخم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا بشنوريس متوحدين أنبا ويسا تلميذه أبانا القديس العظيم أبرام الدلجة وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعيا علينا القارئون فليقولوا أسماء بأن القديسين البطارك الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم
يا رب هناي حب آمين. الذين أخذت نفوسهم ناحم فردوس النعيم في كورة حلوة أورشليم السمائية في ذلك الموضع نهلا وربا في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونمننا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى نار الدهور آمين. ملكوتك يا بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد تبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا فلنشكر الله ضابط الكل وربنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونقدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مصعقين لشركة وصعود أسرار إلى غير المائتة آمين. الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذين مسيح ضابط الكون الرب إلهنا آمين آمين. صلوا يا رب ارحم. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. السيد رب الإله ضابط الكون الذي أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليب نازل الجحيم ورد بنا آدم وبني إلى الفردوس. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب برحام ودفننا معه بموته أبطل عز الموت وفي ثالث يوم قام من الأموات بالحقيقة قام من الأموات وزار المرأة المجدلية وكلمها كذا قائلا أعلم إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني. رئيس الملائكة نزل من السماء وضحرج الحجر عن فم القاب وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا إخريستوس أنيستي إكنيكرون. إخريستوس أنيستي إكنيكرون. المسيح قام من الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذ القديسين رسالة قال قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم عليهم
أمسك كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. أنا أسأل يا سيدنا ناظرنا من كل ذلك بقلب طار نقر بدال بغير خوف نطلب لك يا الله الآب الذي في السماوات ونقول أبانا الذي قدس اسمك لات ملكوتك لتكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا إن بارست Jesus be anxious. Taski falasimon to gireo. Eklina. من بسم تي مانويل بنوتي في بيخن اسمي امين امين تي ناهتي امين 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 اعترف نفسه من هذا الجسد محلد ابن كل حيد ربنا مخلصنا يا يسوع المسيح اخذ مسيرتنا مملكتنا كلنا وطلع القديسة الطاهرة مريم واجعل واحدا مع له تبطلا زين ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بلاصه بنت اسلام وعن قصه السيد المقدس الحقيقي قطوم له لم يفارق نصوص صلاح طرفه عين اعطى انك لازم غفران قطايا حتى نبدي لي من يتناول منه اومن 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 انا هذا هو بالحقيقه امين 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 هذا وبالحقيقة أمين طلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قال لنا من أجلهم أن نذكره في آية الرب سلام ومحبة يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بنشيدنا الليلويا صلوا من أجل ثنو المستحقين من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب